أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على أهمية مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة على مختلف الأصعدة، خاصة في المجالات العسكرية والدفاعية، بما يسهم في ترسيخ ركائز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله عن بعد اليوم الفريق بحري سموئيل باباروا قائد القوات البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية، قائد الأسطول الخامس، حيث رحب سموه به مهنئا بتعيينه في منصبه الجديد ومتمنيا له التوفيق والنجاح في مهام عمله، مشيدا سموه بعمق العلاقات التاريخية المتينة التي تجمع مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، وما وصل إليه التعاون الثنائي بينهما من مستويات متقدمة في كافة المجالات. خلال اللقاء تم استعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.